ثلاث حالات للسرطان والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثلاث حالات شهدتها، شهدت فيها إنسان يخبر لأول مرة، يخبر بأن لديه حالة من الحالات الصعبة اللي هي عند الناس أن يعبر عنها بكلمة السرطان، أنه عنده مرض خبيث، أنه عنده خلايا غير طبيعية تنتشر في جسمه بشكل أو بآخر. ثلاث حالات هذه أكلمكم فيها، أن كل منهم كان يحمد الله عز وجل وفيها دروس وعبر. أولها كانت حالة إنسان كبير في السن، شيخ كان حتى ملتزم وكان يعتبر يعني عامل في الدعوة وكذا، فلما أخبر بهذا أطرق قليلا، قال الحمد لله، إيش لازم نعمل بعد ذلك؟ ما رأيت منه إلا الرضا وإلا السكينة. لأن شهدنا كثير من الحالات، الإنسان لما يخبر بخبر سواء على نفسه أو على غيره تسمع التسخط، وتسمع أحيانا الأسئلة العجيبة اللي هو ليش يا ربنا هيك، ليش كذا، والعياذ بالله. حالة أخرى، شاب صغير في السن، كان في مقتبل عمره، يعني في العشرين من عمره، فلما أخذ نتيجة أو أخبر بنتيجة العينة التي أخذوها منه وأنها حالة سرطانية، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثلاث مرات يحمد الله عز وجل. ثم قال بعدها شيء يعني مش متذكر بالضبط كان القول، ولكن بالمعنى إنه بالمعنى اللي هو إنه سؤال الله عز وجل أن يدبر له، فإنه لا يحسن التدبير، والحمد لله على كل حال. حالة أخرى وهي يعني أعجبها عندي والحمد لله رب العالمين، أيضا يخبر بمرض وبمرض سرطاني، فلما يخبر بذلك يعطي موعظة لمن حوله، موعظة لمن حوله، ويتذكر نعم الله عز وجل، يقول الحمد لله الذي أعطانا كذا وكذا 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 وكذا، فالحمد لله والحمد لله. ثم يقول بعد ذلك بالمعنى أيضا، وإنما أصيغ العبارة من عندي، اللي هو بعد أن يحمد الله ويتذكر نعم الله بتفصيلها، ثم يقول فإذا جاء الاختبار لا نجزع، لا نجزع من نعم الله عز وجل، لا نجزع من اختبار الله عز وجل ومن ابتلائه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. هذا الاقتران بين البلاء والنعمة اقتران عظيم جدا، عكس ما يظن كثير من الناس، اللي هو لما يأتي البلاء أنا بدي بس يعني اللي هو أقاسي هذا الابتلاء، وأقاسي ما يحصل في هذا الابتلاء بدون أن أستشعر نعم الله عز وجل علي. بل العكس هو الصحيح، وهذا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه لما تأتي البلية يتذكر أنها يحمد الله عز وجل على عدة أمور، منها أن هذه المصيبة لم تكن في أشد منها، فالحمد لله أنها وقفت لهون، ويتذكر أن هذه المصيبة لم تكن في دينه، فيحمد الله عز وجل على ذلك، أن المصيبة في أمر من أمور الدنيا، ويتذكر مصيبته في فقد النبي صلى الله عليه وسلم. تلك مراتب أهل الإيمان، تلك مراتب الإيمان، أن يحمد الله على كل حال، ويكون هذا الحمد ليس حمدا باللسان، وإنما له حقيقة في القلب والجنان. والله مستعان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية والستر، والحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة العفو، المعافاة في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا في هذه الدنيا على آخرها يعني وفي الآخرة. اللهم استعان. السلام عليكم.